يلا خذ الطيارتين يلا. هو اللي ينرفزني. يا عم انت طفتني اصلا. اعطاك طيارتين. يلا يا بودي اصعد. يلا قدرت تطوفني يا بودي. تسأل يقول حشحن لسه. يا عم خل نبدي الروم الرابع يا عم، هذا ما راح يوقفنا. يلا. ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب دايما. انا احمد عبادي من قناه سيمبا، والنهارده جيت لكم فيديو جديد. وقبل نبدا فيديو النهارده زي ما احنا متعودين يا جدعان، خلينا كلنا نصلي على النبي وندعي ربنا بنيه صافيه انه يصرف عنا البلاء والوباء اللي ماشي في العالم كله اليومين دول، امين يا رب. طبعا يا جدعان اسف على الغيبه الطويله، بس انتوا عارفين ان الدراسه فتحت وكده، وانا في كليه فكنت بظبط ورقي وحاجتي وكنت مشغول عن القناه شويه، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه احسن، والايباد برو كده كده جاي في السكه، وان شاء الله نشتغل شغل كويس. المهم يا جدعان الحوار وما فيه ان انا قلت ان انا هبطل تيك توك، وناس كتير قوي بسبب الحوارات اللي انتوا عارفينها للناس اللي متابعاني هنا وهناك، وناس كتير قوي زعلت مني، وناس كتير بعتتني جالي 16000 رساله على الانستا ان انا ارجع تاني وكلام من ده. وانا فاتح لايف، طبعا انا بطلع كل يوم لايف للناس اللي ما تعرفش، من الساعه 9 للساعه 12 هناك على ابلكيشن تيك توك، بنعمل نوبات ومسابقات على رويال باس. فوانا موجود في اللايف تقريبا خدت 1,000,000 شعبيه في حوالي نص ساعه. طبعا من هنا بوجه رساله شكر لاخويا وحبيبي اي ار ناصر، قائد كلان اي ار، راجل كويتي، وتحيه برضه شكر وامتنان لاخويا الصغير اسم بيبو الدين. الناس دي بعتت لي، هم الاثنين بعتوا لي حوالي عن 550,000 شعبيه في 10 دقائق. فانا هسيبكم تستمتعوا بالفيديو بـ1,000,000 شعبيه في نص ساعه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع شغل اقوى ان شاء الله وشغل جديد وكويس وهيعجبكم، وسلام. انزل لكم الطب. وفضلك يا يوسف حبيبي، الفلوس وصلتك يا يوسف؟ ايه خد. طب رستر يلا، شكرا على الشعبيه. ما ترسترش. شكرا على الشعبيه يا اخواتي. نصر انا ما عدتش بادئ بقى الروم الا لما نوصل ل... اوه جالي طياره من مين؟ جالي طياره تاني. في حد معاه الطياره يا جدعان؟ اسم بي بودي اخويا 50,000 شعبيه في اخويا. اسم بي بودي يا جدعان لتاني طياره يبعتها لي في اللايف النهارده. اخويا وحبيبي اسم بي بودي. ما جاب المركز الاول الحمد لله. ما جابش المركز الاول، مركز ثالث. بودي يوسف عدل. اخويا وحبيبي بودي لتاني طياره يبعتها لي في اللايف، 50,000 شعبيه يا جدعان في اللايف النهارده. اخويا وحبيبي اسم بي بودي. حبيبي والله يا اخويا حبيبي، ربنا يخليك لي يا بودي، ربنا يخليك يا قلبي ما يحرمنيش منك ابدا. اللي حبيبي يا بودي ربنا يخليك لي يا قلبي ما يحرمنيش منك ابدا. طيبتين في لايف واحد كده كتير كده كتير يا بودي. اقسم بالله يا يوسف حبيبي، يا يوسف الفلوس وصلتك؟ اديني بعد شعبيه. وصلت. طب سمع الناس ان الشدات وصلت. لحظه كده. ايوه الشدات وصلتك يا اسطى. ايوه يلا كفو عليك. عايز حاجه؟ بقول لك لسه ولا بالعافيه. ايه اللي عايز يخش الكلام؟ الفيديو على اليوتيوب ابقى اتفرج عليه بقى. خلينا بس نشوف وصلنا ل1,000,000 شعبيه ولا لسه. شكرا على الشعبيه يا اخواتي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. طب سيمبا 888,000 يا سيمبا. بدي بعت عربيه تاني وشكله كده. اوه ناصر، اوه يا ناصر، اوه يا ناصر، المركز الاول اتاخد منك. اوه يا ناصر، قوم نفسي على المركز الاول عندي يا ناصر. المركز الاول اتاخد منك. عاش يا بود، ربنا يخليك لي يا قلبي ما يحرمنيش منك ابدا يا سيمبا. بقول لك ربنا يخليك لي ما يحرمنيش منك ابدا. اوه هو انت
نصر نصر بتاع الطياره تاني حبيبي يا نصر حبيبي طياره تاني طياره تاني من نصر حبيبي ركز بس انت شغال عليا فرحه مجانيه ابص يا اسطى الاول ابص على الاول حاضر قول لما تقول كلمه ابى اعرف قول كلمه يعني بيرشد اشوف حبيبي حبيبي يا ناصر حبيبي يا ناصر حبيبي يا ناصر ايه ده ناصر ده بدي بقى الطياره تاني لا 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 ابع اه لا راح يصير اسمع راح يصير مجهود اه في 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 طياره ثانيه جت يخرب البيت كده ما شاء الله حبيبي يا بودي حبيبي يا بودي ربنا يخليك ليه يا بودي طياره ثانيه من ناصر يا دين امي يا جدعان على اللي بيحصل طياره ثانيه من ناصر انا وشي حلو اه يا نعم طيب طريقة النظر يا جدعان اخويا حبيبي يا ناصر اخويا وحبيبي ايه ده اسم بوبو دي بعت واحده تانية بعت واحده تانية يا ناصر يا سيمبا بقول لك هذا اللي بيخليني ناجح انا الحين حبيبي حبيبي الله يا بودي حبيبي حبيبي الله يا بودي ربنا يخليك لي يا قلبي ماشي يا بودي ماشي يا بودي انا ابيك بس تنام اليوم بالليل عشان اخذ راحتي يا ناصر يا سيمبا سامعني يا اسطى سامعك سامعك يسطا بقول لك يسطا صحابي عايزين يسلموا عليك دلوقتي طيب خلينا في حرب الشعبية اللي شغالة دي دلوقتي اوه حبيبي يا ناصر حبيبي يا ناصر ربنا يخليك لي يا قلبي ما يحنش منك ابدا مليون شعبية اسمع اسمع مليون شعبية المليون انك وصلت مليون شعبية اسمع حبيبي نعم الروم الرابع هذا الروم الرابع مال راح يكون مو 600 شدة طب مال هيكون على كم شدة راح يكون 1800 شدة اوف 1800 شدة لو هما جايه اوف يا اسطى في حاجات غريبه بتحصل مليون واحد الف شعبية يا جدعان عشان تشدوا حيلكم شويه اسم بي بودي اخويا وحبيبي اه ناصر ناصر اسكت يا ناصر اسكت يا ناصر اسكت بودي خد المركز الاول ب 113 الف شعبية وانت المركز الثاني ب 104 ماشي انا بنادي الشغل تليفون الحين اه يا نمر هاتولي بودي لحظه يا يوسف هجيبك تاني هاتولي بودي هاتولي بودي اللي دفعت يجي 100,000 شعبيه في 10 دقايق هاتولي بودي يا جدعان هاتولي بودي هاتو يا قلبي يا قلبي انت يا قلبي يا قلبي مليون شعبيه انا بدي افتح المايك انا ما تتكلمش افتح المايك افتح المايك افتح المايك ما تتكلمش افتح المايك ما تتكلمش ازرق الشعر لما اخذ يا ناصر شوف يا ناصر بيحفل عليك بيتحفل عليك يا ناصر بيتحفل عليك اصبر عليا بس ايوه انا صبر عليك اهو يا جدعان صوروا يا جدعان صوروا يا جدعان صوروا يا ام والله حرام ما خدتش حاجه زي الاسبوع كان نفسي في البلد ايه ده مودي عدى ناصر ايوه يا ام امال ايه